السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ان شاء الله اليوم طالعين لوس انجلوس، نودي الرويال سيارة خلاص بشحن على السعودية ان شاء الله. هذا الرويال سيارة ان شاء الله طالع السعودية بشحنه ان شاء الله، بنرتب الموتر هناك كامل، هنا ما كله صح، نغبر الموتر بهذا بسيط ان شاء الله. راح ترتب من الى موتر 25 سيارة على نفس المواصفات، نادر اساس كذا شاحنه. باقي لنا ساعتين نوصل شركة شحن، عندي قطع بعد هنا دخل السيارة، بعد طالعة مع السيارة. هذا السطح الجديد اللي شريتها، عندي اخوان اساس تساعد يوم ما انزل السيارة السسبنشن حق الموتر ما ينعدم من ورا الجنبيلات، وذا اساس احيانا يوم تحمل ولا تنزل دي، فهذه قواعد لها. بشيلها لانه سهل تنسرق، بشيلها ادخلها الموتر وضعي مكانه نستخدمها. هنا العالم ما ترفع، نقسم بالله كل شيء صدق ما احتاجها. طبعا اخوان السطح اللي ماخذها دي ان شاء الله اليوم شرحت جميع مواصفات، وده شريت هذه النوعية بالتحديد، او هذه الشركة اللي هي بي جي تريلر ده شريتها. القطع حبينا قربنا علمينا ساعتين ان شاء الله، الان في بيكرسفيلد ساعتين على لوس انجلوس، ننزل الموتر على المينا، وبعد ان شاء الله طالعين على سان دييغو ناخذ الموتر الثاني ان شاء الله. بعد كذا ودي على المينا نشوف اذا حصلنا موتر ثالث اخذناه بعد. فهذا ان شاء الله بشحنه على السعوديه، طالع السعوديه روي السياره موديل 76 قصة جديدة المخدمة. الحمد لله أمور البنس ممتازة، توي مأمن عليه بعد تأمين شامل في حالة إنه سرق، لأنه سهل سرق الفلوس، وما أخذ له احتياط سلوك ولا الأشياء، بس يعني لا سمح الله انسرق أموره بتكون أوكي. بركب له ونش بعد، قالوا لي أسعاره الممتازة يعني ب 1000 إلى 1500 دولار، شغل يد تركيب من 500 إلى 800 دولار. الله يسهل الموت. الموت الثاني اللي باخذ مو بشغال، فبشوف له حل يروح له اصلا. ثاني ان شاء الله شويات ونروح ناخذ الموتر ان شاء الله. موتر ابو مبارك سعد بن قشعم، هذا الموتر الثالث. فنروح البنك اول شيء ناخذ فلوس كاش، ونروح عند الرجال نخلص الامور ان شاء الله، وبعدها راجعين ثاني على لوس انجلوس. الان احنا في سان دييغو. الصباح اللي اسخن الديزل لازم اسخن 10 دقائق ربع ساعة مو نفس عرفت وين جاي. ان شاء الله يوم ارجع لازم قريب اركب ونس، حتى الموتر ده اللي باخده ما يشتغل، فممكن اكلم على السطح او شيء احمله عليه على السطح عندي، ما عندي ونس. شوف لي حل فيه ان شاء الله. اخذ بنك هنا اخذ دراهم، وبعدها نطلع الأخن بإذن الله. شيك نورنا كل شيء أوكي، نمسك الخط الحمد لله الله ستر. طالع قلص على طريق سان دييغو على خطوط من المطبات في الهايوة، ما في خمولة بعد ما كان ورا قريب ما بعرف غير إني ما نركب بشيء جودة. نرفع دي نرجع ثاني، اتوقع اساس ما في وزن يمكن ورا والله ما أحب. الحمد لله ما حفظنا الا لا هذا اللي شريناه
عشان ونزل تريلر اليوم صورت لكم اليوم عشان سعره بدولارين شريت 2 احتياط اقسم بالله ذهب وبعد عندي جنبينات الورم فقع مع المطبات يلعب الموتر واجد بغى الجنبينات جديدة على الديزل هذه دعمة دعمنا صفحة السنة ببدل للدعم الخلفي ماخذين فندق الحين باقي لي حدود 6 ساعات 600 كيلو الان عند الساعة 1 الفجر من الساعة 9 الصباح وانا من سان دييغو لوس انجلوس رجعت ثاني انا هاي من زبدة مرمطة وزحمة يومي كله ضاع فالحمد لله الحين بريح لازم ابدل الجنبينات جديدة لازم اطلب اول ما اوصل 600 كيلو برجع على طول بروح الوكالة ثاني يوم ان شاء الله طلبت لي جنبينات لانه الموتر قام يلعب لعب حد يمشي 60 مايل 80 100 كيلو ولعب بعد الموتر خصوصا الحين انه قص فاضي لو في موتر محمل كان اموره اوكي فلازم ابدل لي جنبينات وهذا عندكم ادرس واضح هنا تحت الحمد لله ان الله ستر اليوم انا شغال فلاش جديد والله القلص ها شوفوا كيف هذا كله مع التعوج مع الخط شوفوا كيف انسحك سحب فالحمد لله انه القلص طاح على دي وهذا القفل هذا سبب المشكله كامله هذا القفل اخذنا القفل الحين اموره ان شاء الله اوكي هذا القفل كان لازم تحط القفل وعندكم يا اخوانا طبعا القلص اللي انا عندي الان 6 براغي كنت براغي يشلك الدولي نفس ذا يشلك الونيت الدولي الشكل القديم 2500 أمور قطيبة واضحة ولا الصباح نصور هذا 6 براغي أمور قطيبة زي دي السطحة اللي فوق التاير يجي التبات فيها موش تابتة نفس كذا فهذه أفضل في التبات هذه شوية تلعب اللي تكون تواير فوق القلص فالأفضل تكون نفس ذا كذا حق سحب مواتر خصوصا مواتر هذا القلص ده تقدر تحط بالت تشد عليه بالت اليوم حطينا هنا حديده قطع حديده مو بالسياره يعني تقدر تحط هنا في تخلي له خشب تقفل دي كامله تحط اغراض ف يعني عده شغلات تقدر تحطها وطولها 20 فيت 20 قدم طول القلص ده الحمد لله توفقنا فيه بمعنى الكلمه اموره طيبه باقي السبير باخذه طبعا السبير الونش هذه كلها اكسسوارات تدفع لها وتركبها بركب لي اللمبات اللي دي هنا وبركب لي بطاريه نور هنا ليت لو في الليل بحمل شيء ده اقدر اشوف هنا ليت وتحت اقدر اركب ليت الونش هنا بيكون بطاريه وبعد بحط لي حقه الطاقه الشمسيه تشحن البطاريه دايركت من الشمس ان شاء الله في المستقبل بشوف الترتيب حبه حبه ان شاء الله راح ارتبها ونضبط امورها وان شاء الله رجعت هذي اليومين رشيت الخشب رشوا عساس اللون ده فاتح راح يندمر سريع فبرشوا لون اسود او غامق شيء غامق طبعا اخوان الخشب افضل في التبات من الستيل الستيل نفس سطحة السنة القديمة هذيك الستيل نفس دي الستيل هذا الستيل هذه ومتوقف فيها السيارة تتحرك كثير ما تكون ثابتة ممكن توصل مايل السيارة عرفتوا اما الخشب عساس كذا اغلب امريكان يستخدموا خشب الخشب يكون تبات اكثر ثابتة يمسك الخشب أمورة طيبة يعني في الخشب أفضل من الستيل والحلو في سطحات أمريكا السيفتي ألف حتى هنا العم طبعا بعض السطحات في الخليج يمكن ما يكون فيها بريك خلفي هذا فيها بريك فيوم أضغط بريك السيارة يمسك معي وأقدر أوزن البريك من السيارة في حالة لا سمح الله الحمد لله إنه اليوم يوم طاحت هذه الاثنين كانت ماسكة لو مو بدي كان راح القص تخيلوا على طريق سان دييغو حدود قريب من المكسيك على حدود المكسيك تخيلوا فوراي سيارات والله دنيا السيارات فالحمد لله انه هذه مسكت وهذا الكيبل الصغير لو تشوفوه لو في حاله خلاص يعني انقطع الحبل دي السلاسل انقطعت صار شيء لا سمح الله هذا على طول بنشد وقفل البريك كامل بيقفل دالي ورا اساس ما القص تصدم يصدم السيارات ولا دا يمسك القص كامل يمسك من حاله خلاص يمسك عندكم هنا السيستم شوف الكابل رايحة هنا مفترض تصور الصباح أحسن هذا السيستم فخلاص كده بيمسك معك البريك وحلو البريك خصوصا في النزلات ده بريك القلص ممتاز عساس ما يطول ما يعدم البريكات حق السيارات مرة قد نازل ممكن صورتها في اليوتيوب كان يطلع دخان كنت دائما أستخدم بريك السيارة كثير فبريك القلص ممتاز يخفف عليك من بريك السيارة وخلاص تعلم شغله انه من النزلات خليه على الجير خلي الجير هو اللي ينزل
خليه ينزل لك نمر احكر افضل من ما استخدم البريك كثير، لانه خصوصا وقت الظهريه بيحترم عندك اوقف تطلع دخان وتنعدم البريكات سريع. فطلع الموضوع يعني بس اللهم نزل من الجير نفسه. اخذ موتر الطريق كيف ما في سبيل اخذ عليه. عند مزارع حملنا الماك 1 ماشي 50,000 مغبر الموتر، موتر 1.70 صار له شهرين يمكن اسبوعين او 3 اسابيع، شافني ماخذ السطح وراجع فاضي قال لي اذا تقدر تاخذ الموتر لان الشحن تاخر عليه. ان شاء الله طالع الكويت، مو بان شاري هو شاري من المزاد خلصوا كل شيء، بس اللهم اني باخذ وبخليه عند الجراج تخدم مغبر ما شاء الله. وكالة كامل بلد صوت طرب ما كمان شديد ضربة خفيفة بس بعد له شريك كده نربط الموتر نكمل خط إن شاء الله. ذا السبير بلد ما شاء الله ماشي 50 الله يبارك الرعية طالع الكويت. هذه التربيطة جديدة نسويها أول ما تستخدمها، شكرا كثير عندك عن صوت وبتنزعب. وطالب حبال لسه ما وصلت، طلعت واحدة بالغلط. راعي الموتر ده تو شاريه موديل جديد نفس اللون، ما ادري ايش قصته مع ذا اللون، وسالته على السعر ما ادري انا كم انباع صراحة، يوم قال لي انصدمت السعر شوية غالي الله يبارك للشاري، بس من جد الاسعار طلعت، حتى اسعار انا ماني في الموسم واجد بس حتى اسعار الموسم طلعت، فالله يبارك خاطر ان شاء الله موتر طيب حلو السعر غير داخلية ومكينة وغير كل شيء سيئ ما شاء الله بارك. حبينا ديزل ومورن طيب الحين ما شاء الله. هذا الموتر اخذناه والله كنت ماشي على الخط كده وكلمني رجاء قال لي محمد شاري اسبوعين وصل لي الاول سطحة ان تقدر خده من عند راعيه خلي عندك اوثق فيك زيادة وشوف كيف ترتب الشحن، ان شاء الله راح نشحن نروح على الكويت ان شاء الله. الله يبارك الموتر وكالة كامل بدي وكالة ما كون أصلي 2003 غسيل وبشلع شلع ما شاء الله موتر. هذا الحلو مواتب تلفوني دائما في ذيك المباراة ما كون ما شاء الله. السطح تغبر تبغى له غسيل بعد دخلت منطقة شارع وكله تراب ما في اسفلت وغالي غسل السطح بالقطف جديد وناخذ السبير ان شاء الله بسوي لكم واركب السبير شريك الامور كل شيء خير. والحمد لله كده وصلنا هذا الفورد الاخير اللي اخذناه ان شاء الله بعدين بصوره لكم لما انا اوقف الجراج. هذا بعد التلميع بعد ترتيب صبغ وكاله ما شاء الله بدي وكال الموتر واصلة قطع بعد شوف ايش اللي وصلنا. يلا الله يعطيكم العافية على المشاهدة ودعواتكم بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ان صار شيء جديد نزلت لكم. طالع الان محل السطحة اخذ السبير طلبوه طلبية اليوم وصل وحبيت بس ابين لكم القطع اللي وصلت. هذا ما بين الخشب السلايت حق الجمس رفرف بهبهاني ان شاء الله دي كلها بشحن على حائل الموتري اللي جلس رتبه. وهذه فرشة أرضية قماش السيت مع بعض القطع إن شاء الله دخلي عودي فرشة يا إخوان. كثير من إخواني كلموني محمد توفر قطع جوني ولا دا أشوفك تصور في اليوتيوب ولا تنزل ولا دا ما أوفر الصراحة أنا السيارات أما القطع لأنه متعبة جدا يمكن شرحت كم مرة
ولو قلت لك على السعر يمكن ما راح يعجبك يعني. فعس كده ما أحب القطع نهائي، ما أحب إني لا أوفرها ولا أحب إني أتعامل معها. الله يعني يا رب سهل الأمور. يلا خلينا نروح محل السطحة، هذه مفاتيح بعد الساعات الواصلة. عندي الموتر 86 جيمس طالع كويت، 87 جيمس بعد طالع كويت، وهذه الموستنج اللي صورتها أمس ماكون. هذه ثلاث سيارات كلها إن شاء الله راح الكويت، أحاول أشحنها في كونتينر. هذا محل القلوس أخوان اللي شريت من عند القلص، يبيع بعد عندهم محل صيانة زيت تركب وينش سيرفس، وبعد عندهم محل يبيع لقطع غيار سبير وينش الأشياء اللي تحتاجها، اكسسوارات القلص، لمبات الـ LED. السبير خمس براغي، أنا اللي عندي ست براغي، ولونه أسود اللي عندي هذا أبيض أسود أحبال. طبعا دائما تطلب أونلاين أرخص لك. هذه اللمبات اللي دي تركب على القفص. ان شاء الله ممكن اسبوع يركبنا ونش، احتمال اخذ لي واحده نفس كده هوك امريكي بي ام دبليو سمو. نادت المدير اعطاني واحد قال لي تعال بوريك، قال لي مكتوب ما يحتاج انك تخلي القفل ده ولاك، فقال لي ممكن المشكله من الرمان اللي عندك ممكن صغير على اساس كده، فقال لي حاول تبدل الرمانه رغم انه الرمانه نفس المقاس بس ممكن من الرمانه، فبشيك عليه برجع الحين بفك الرمانه وبشيك عليه ممكن من الرمانه، لانه يقول لي القلوصه الجديده ما يحتاج في مكان تقدر تقفل وتحطها القفل بس ما يحتاج سيفتي امان. هذا بيت الملمع، تو مخلص من الارسي ملمعه شغل عالي الحين ضاع معي مو بعرف بعد تلميع ما شاء الله موتر تطب اموره ما شاء الله داخلية ريحة غير في الارض تميز الريحة نحكي في الضربة هنا عندنا المنصرة ورا ترى كل مواتر بعد.